احنا دائما متعودين لما نشوف الفعل ينتهي بماك او ماك نقول عليه مصدر فعل. اليوم راح نشوف الحالة الثانية اللي يكون فيها الفعل ينتهي بماك او ماك لكن يكون اسم فعل. نفس الشيء بالنسبة لما ما، دائما لما نشوف الفعل ينتهي بما او ما نقول عليه فعل امر، لكن اليوم راح نشوف الحالة الاخرى اللي يكون فيها الفعل ينتهي بما او ما لكن يكون اسم فعل. فاليوم ان شاء الله راح نتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بهذه اللواحق، مثلا ماك ماك ما هي اللواحق التي تلحقها، وراح نشوف ايضا لما ينتهي الفعل بما او ما، وهنا عندنا حالتين، اما يكون فعل امر واما يكون اسم. فهنا راح نشوف ايضا الفرق ما بينهما، وراح نتطرق ايضا الى مايا ماي ماي ماي، واللي اغلب الناس يظنوا انها لاحقه يقول لك عاملين درس عن اللاحقه مايا او ماي الى اخره، يعني يظن مايا او هذه الاشكال هي لاحقه، وهي كلها عباره عن اللاحقه ما او ما زائد حرف جر ا او ا، يعني على حسب قاعده التوافق الصوتي. وهنا ايضا ما زائد لاحقة المفعول به، وكل هذه التفاصيل راح نتكلم عليها. لكن اولا لازم نتكلم عن اللاحقة ماك او ماك. على الاغلب يكون الفيديو مقسم الى قسمين حتى نشرحه بالتفصيل ونعطي امثلة على شكل جمل الى اخره. راح نخلي اللاحقة ما ما الى فيديو اخر، ورح نوضحهم متابعين. اليوم وضحت فيديو ماك ماك، وبعد غدا ان شاء الله رح نوضع ما ما وكل التفاصيل الخاصة بها. مرحبا اركادشلار نص الصنز ومرم اي سنزدر. مثل ما شفتوا في بداية الفيديو، اليوم رح نتكلموا عن ماك او ماك، وشرحنا الاشياء اللي رح نتكلموا عليها، فخلونا نبدأ مباشرة في الدرس. لا خلونا اول شي نشوف احسن تعليق لهذه المرة، وشكرا جزيلا. عندنا الامثلة التالية: هوشلان ماك الاعجاب، جول ماك الضحك، اوينا ماك اللعب، سيف ماك الحب، ونستخدمها كاي اسم نعرفه مثل كلام او تاتا اللي هي السبورة، او عربة اللي هي السيارة، او كاب اللي هو الباب الى اخره، يعني لا تصرف مع الأزمنة ولا نضيف لها لواحق الملكية. وممكن يتصل باسم الفعل الذي ينتهي بماك أو ماك حرف الجر دان أو دان اللي هو منا، أو ممكن يتصل به دا أو دا اللي هو في أو على. المهم راح نخليكم الروابط الخاصة بحروف الجر في صندوق الوصف، وراح تظهر لكم الآن فوق في الشاشة. لكن هنا بما أنه الكلمة تنتهي بحرف ك، فرح نغير الد بحرف ت لتصبح تان أو تان، تا أو ت، وهذا الشيء على حسب قاعدة فيستك تي شهاب. أيضا رح نخليكم هذه القاعدة في صندوق الوصف. نأخذ أمثلة عندي بالنسبة لدان دان، مثلا جيت ماكتان، جيت ماكتان يعني ميناء الذهاب، تشيك ماكتان، تشيك ماكتان من الخروج. عندي بالنسبة لتا أو تي ياشا ماكتا، ياشا ماكتا في العيش، أول ماكتي، أول ماكتي في الموت. نأخذ مثال عن جيت ماكتان اللي هو من الذهب، كيم سي هستانية جيت ماكتان هوشلان ماز، kimse hastaneye gitmekten hoşlanmaz. لا أحد يعجب من الذهاب إلى المستشفى، أو لا أحد يحب الذهاب إلى المستشفى. لاحظتوا هنا عندي اسم الفعل اللي هو gitmek، قلنا gitmekten اللي هو من الذهاب، وعندي الفعل hoşlanmaz اللي راه مصرف في الزمن الواسع في حالة النفي تصبح هوشلانماز.
إذن هنا لا نقوم بتصريف اسم الفعل، بل نصرف الفعل الذي يأتي بعده. نأخذ مثال عن حرف الجر في ت. عندي أيضا نفس اسم الفعل اللي هو gitmek. Geldiğim gibi gitmekte özgürüm. Geldiğim gibi gitmekte özgürüm. أنا حر في المغادرة مثل ما أتيت. يعني مثل ما كنت حر في المجيء أنا حر في المغادرة. عندي ملاحظة صغيرة فقط بالنسبة لي، في فيديو سابق ربما كنت وضحت جملة فيها اللاحقة دك اللي تتغير الكي الخاصة بها إلى يوم شقي، لأنه أتى بعدها حرف صوتي أو لاحقة تبدأ بحرف صوتي، وأتاني تعليق يقول لماذا لا تشرحي هذا اللاحقة أريد فهمها. فأنا لا أستطيع شرح كل جملة نوضحها في الفيديو بالكلمة لأنه رح يأخذ وقت كبير جدا، فرح نترككم الرابط الخاص بها أسفل في صندوق الوصف، ورح تظهر أيضا الآن فوق في الشاشة. نيسة، نرجع للجملة. قلت عندي جيتمكت اللي هي في الذهب، هي لم تصرف هنا، فقد ضفنا حرف الجر ت، وهنا هو أو هي كلمة التي وضحت لنا عن من نتكلم. الشخص اللي راني نتكلم عليه هو أنا، أزغرم أنا حر. عندي حالة خاصة بالنسبة للفعل استمك، دايما يكون مصرف ويأتي قبله اسم فعل، فلا نستطيع أن نجعل الفعل استمك كاسم فعل. عندنا جملة صغيرة وبسيطة جدا اللي هي بان جيتمك استيوروم. بان جيتمك استيوروم، أنا أريد الذهاب. فهنا لاحظوا أنه الفعل استمك هو مصرف، ودايما لما يكون عندي مثل ما قلت الفعل استمك يكون قبله اسم فعل، مثل هالحالة اللي هي جيتمك، أنا أريد الذهاب. طيب عندي أمثلة اللي يكون فيها اسم الفعل لا يوجد فيه لا حرف الجر تان أو تان، ولا يوجد فيه حرف الجر تا أو ت، ولا يوجد فيه أيضا الفعل استمك. عندي الجملة التالية: gülmek sana yakışıyor. gülmek sana yakışıyor، يعني الضحك يليق بك. إذا عندي اسم الفعل هو gülmek، وعندي الفعل هو yakışmak اللي صرفناه في الحاضر وأصبح يكشيو. عندنا جملة أخرى: إذي ميزي تميز توتمك جريك. إذي ميزي تميز توتمك جريك، يجب أن نبقي بيتنا نظيفا. فهنا عندي توتمك هو اسم الفعل، تميز توتمك إبقاؤه نظيفا، من هو؟ البيت أو بيتنا. إذي ميزي. عندنا آخر مثال: oyun oynamak çok eğlenceli. oyun oynamak çok eğlenceli، اللعب ممتع للغاية. مثل ما تلاحظون راني كل اسم فعل نوضع له اللاحقة ماك باللون الأحمر حتى تعرفوا أين هو اسم الفعل في الجملة. إذا احنا عندي oynamak هو اسم الفعل. لعب ماذا؟ oyun oynamak، لعب لعبة. إذن هذه هي كل أنواع الجمل اللي يكون فيها اسم الفعل. مثلا يكون عندي اسم فعل ويكون بعده فعل مصرف في زمن معين، أو يكون عندي اسم فعل ويكون بعده اسم آخر. وشفنا ربما أربع أمثلة، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها، وانتظرونا في الدرس القادم اللي راح نتكلموا فيه عن اللاحقة ما أو ما، يعني لما يكون عندي اسم الفعل ينتهي بما أو ما. وهذا الدرس راح يكون فيه تفاصيل أكثر من هذا الدرس، ف
فانتظرونا في الفيديو القادم.